الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب النار. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها، كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها،
وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. ايش وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة
وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هذا من الصلاة صالح. على من الصلاة؟ على من؟ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استوى تراصوا دخل الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
علي ما صرّه صح؟ لا هو ولا عبد الله. الفجر ها؟ كتبت ملاحظة حقت الأذان اللي عزوز أذان الأذان لا أكتب عنها. شلون صيغة؟ ايه سجلتك محمود فلاح ما جاء صح؟ ها؟ محمود فلاح لا لا خزرت خلاص. يقول الناس يصلي العشاء عبد العزيز الشهران وكيف يصلي الفجر أربع؟ مرتين أربع أربع. لا هو عكس بعض أنت وياه صح؟ أنت اللي مفروض المؤذن، أنت اللي مفروض المؤذن صح؟ هو ها؟ الإمام. هو الإمام. إي بس إن صلاة العشاء من كان الإمام بعد هو؟ هو قال لي أمس كيف أصلي ورا بعض صلاتين جهرية؟ إيه إيه بس بالجدول إيش مكتوب عن الفجر؟ صحيح. أنت المؤذن وهو الإمام حلو أنا قلت صلاة الفجر كانت خطأ بالأذان من الإعداد جعل عبد العزيز الشهراني يؤذن وهو الإمام صح؟ حنا إعداد كلمونا قال صوت عبد العزيز بن سعيد عنده الأذان وهو المفروض أني صوت لمن؟ لك أنت عشان تأذن عاد هم يتفاهمون هم وياهم لا بكتبه هنا سبحان الله فهمت؟ قل احمد انه زباطه صالح الحضور ذا اه اصلا تقول انا نائب منظم تعال ايش في كتبت ترى ذولي وكتبت ملاحظه عشان صلاه الفجر عبد العزيز الشهراني كلمونا اعداد قالوا خلوا يذن وهو الامام فهمت صار العكس بينه وبين سعد شوف الفجر شوف المؤذن المفروض من سعد الدوسري من عبد العزيز بن سعيد انا صوت الامام قال صوت عبد العزيز بن سعيد صوت عبد العزيز راح اذن وصلى بداله لان هنا شوف سجلت هنا قلت لا شوف هو قال عبد العزيز الاعداد كيف اصلي العشاء انا واصلي الفجر انا ورا صلاتي الجهريه فهمت في الجدول كيف؟ هنا عبد العزيز عبد العزيز فهمت؟ فقلنا ما بي احنا هذه مشكلتنا يا ابو محمد مشكلة هذه سهله هذه تفهمونهم احنا مشكلتنا ان عكسنا بالاذان والاذان والامام ما فيش مشكله يا اخوان
من عليها العصر وكل طيبه من تبع. تعال بقول لك روح شوف صالح، شوف ابو علي، قول له الحين مجير غايب شلون؟ بيحطون قرعه. قرعه ولا ياخذوني انا؟ ما ادري. انا ما علي طبخ. ما طبخت اسوء ذابه؟ لا. ها؟ اجي خلاص امشي. شوفها الحين. امشي تفيدك انت. بحط ال فهمت؟ باي. تفيدك يمكن طلعك من ابراهيم ذي. ها؟ لا حق هذا الاسبوع مجيد مايه. فهمت يمكن تفيدك تطلعك من هذا. ليش؟ فقاطة زينة الحين ذي المطبخ. طلع لي مشكلة. من ابراهيم والقروش ذي والنمنية. الله يسامحك بس. يعني سبحان الله. تدري هذا الوقت. وقت حان وحلت داودي على احباب. من بعد ما ما جاءهم عشنا ليالي جميلة. إذا ما طلعت الأسبوع ده خلاص أنت أولى. هم ما مسحسوا ما في ما في أحد ما طلع. على لو إيه حياتك وأنت لونها بصفاتك. حب غيرك شي حبيته لذاتك في ضلوعك نبضي وسعل امنياتك خلي منها للعطاء شي في حياتك. هي حياتك بس لو تشعر بغيرك يزيد اجرك تحس راحه بضميرك. شوف سبحان الله يا وليد من يوم شو اسمه كم مره اقول لك شفتني ماسك الجوال تغني. طيب اصبر امي تدق خلني برد. تفضل. شو اقول له؟ قل له احنا بعيد بعيد. اقول له لا يا كلكت. الله اسمع وليد الحين بس باقي سنابتين دقيقة. ها؟ سنابتين اصبر تصور سناب. لا قاعد اسوي له سكيب هذا من الصبح يعني خلصنا سناباته. طيب اطلع احذفه. ها؟ اطلع. لا ما اعرف لازم اخلص كل هذولي. كل ما اخذت سكيب احذفه. اسلم. شوف يوم كنت قوتي الثانيه كان يجيني خير. تمام؟ بعد ما افتكيت منك صرت انا الحين اللي اقول افتكيت منك تمام؟ جاني خير زياده فالحمد لله. والله ما جاني ما جتني الدروع الا من يوم ما اخذت 97 اخذت 97 في المطبخ. ايش تقول ايش تقول؟ ما جتني الدروع الا يوم فارقتك. استغفر الله العظيم. بس والله اني متحسف اني ما حضرت عندك البارح. امس عادي العيال يقولون حلوه مره الفقره. لا 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 خير اصلا والله العظيم انه انا اخرت وصمتي يمكن 10 دقائق. كله قاعد ادور كنت وجهك. داري والله اني عند الاعداد والله رحت ادور كذا من شفتك عند الاعداد من شغل يوم قلت لي اني مشغول خلاص بدايه الفقره والله ضاق صدري يوم ما شفتك كنت متامل اني اقدم الفقره واشوف وليدي الايجابيه قدامي عشان اتحمس يعني قاعد اعزز لك ترى خلاص بس لعلها خيره يا اخي انت فيك الاحسن فيك شيء ها فيك شيء هيك شيء ها شو اسمه ذاك اللي في شيء في قصيده اللي يقول فيك شيء ما ادري ايش شيء ايه ما هي قصيده هذا كنت منها ايه. والله انت بس والله من زمان ما جلست معك على طاري خلنا من جلسه يعني من زمان ما واجهتك كذا يقول خلني طب استفد مني بالله بقول لك سالفه اي مس يو سو ماتش بقول لك سالفه يقول لك شو اسمه في واحد نفسيه زيك كذا يدقق على اي سؤال اسمع لا لا يدق انت لا انت ناقر انت دور المشاكل في واحد يعني ايوه يدقق بالتفاصيل يعني شلون الهدف من القصه عشان بعدين تقول شو الفائده حلو. ان التفاصيل هذا مهم الهدف قله بعدين كل شيء مهم الهدف بعدين عارفك نشبه بعدين خلاص تقول لي ايش الزبده طول اقول لك ايش راح تسال هذا في واحد ايوه
تجمع هو وأهله جلسة عائلية، واحد أجنبي، يروحون يطلبون آيس كريم. أوكي؟ حلو. يطلبون آيس كريم، يبدون يتناقشون وش تبون نكهة. اليوم يقول نبي فانيليا، بكرة شوكولاتة، بكرة بعده فراولة كذا. وهو يروح يشغل السيارة ويروح يجيبه. ولا حد يقول نوع رح. من النكهات إذا طلبه وحطه بالسيارة ما تشتغل السيارة. يعني يروح عند بقالة ويدق ياخذ الغرض، إذا خذ نكهة فانيليا وحطه بالسيارة تعي السيارة تشتغل. وش تتوقع السبب؟ ليش؟ اللي حط الفانيليا في السيارة وما اشتغلت. والله والله صحيح، ترى السالفة صحيح. إذا أخذ نكهة الفانيليا وحطها بالسيارة ما تشتغل. شوف طال عمرك. في سبب؟ ما في سبب. ما يعني ما شوف فانيليا. طيب. هو فانيليا قاعد يحلل السالفة، قاعد يحلل السالفة، عجز، ما في أي سبب. زيت سيارة غفلة. ما عي، ما لقى أي سبب، وش سوى؟ راح راسل الشركة المصنعة للسيارة. قال لهم يا حبايبي سيارتي وش زينة، إلا إذا رحت البقالة وطلبت نكهة فانيليا آيس كريم فانيليا ما تشتغل السيارة، وش السالفة؟ هم ما سلكوا له. شوف يعني الابتكار اللي يبي منتجه يتحسن ويصير شيء زين ما يسكت. أرسل واحد من المهندسين، حلو، خلوه يروح معه. راح المهندس معه يوم، طلب نكهة شوكولاتة ورجع اشتغلت السيارة. راح ثاني يوم طلب نكهة فراولة، اشتغلت السيارة. حلو. ثالث يوم طلب فانيليا، عيّة تشتغل السيارة. فيه سر بنكهة الفانيليا. أيوه. درسوا الزيت حقه، درسوا كل شيء، كل شيء له علاقة ممكن يسبب علاقة درسوا. آخر شيء وش طلع السبب؟ وش طلع؟ بأمريكا أكثر نكهة منتشرة وشي؟ الآيس كريمات نكهة الفانيليا. عشان كذا يخلونه عند باب البقالة. أول ما تدخل بقالة تلقى على طول قدامك تأخذه. حلو؟ حلو. أما الشوكولاتة والفراولة لا، لازم يدخل لآخر بقالة ويدور يدور 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 لين يلقاهن ويجي. فهو أول ما يطفي سيارته ويدخل ويأخذ الفانيليا ويطلع، أمده السيارة ماسخة، ما أمده تبرد. هي ونوع السيارة هذيك لازم يبرد. حلو. له زي صندوق حق بخار. أيوه. الصندوق هذا لازم يبرد. أيوه. هو إذا طفى السيارة ودرع داخل البقالة يدور شوكولاتة ولا يدور فراولة، يأخذ وقت يأخذ وقت يأخذ وقت على بال ما يلقاها. إذا أخذها ورجع إلا السيارة باردة ودق سيف تشتغل. الفانيليا لا، يروح يشتريه على طول، يأخذ عند الباب ويطلع إلا لحين الصندوق حار. يعي لا يشتغل. جت الشركة راح تطورت السالفة هذه، طورت السالفة هذه انهم يحسنون صندوق البخار هذا انه عشان تزيد فعالية السيارة وكذا. عاد بعدين قاعد يقول والله ما ادري، يقولون انهم خلوا نكهة الفراولة. لا استغفر الله العظيم، استغفر الله، اللهم اني صائم. الرجال طول عرض تخاف منو؟ فز يا ولد. ما ارتاح انا، ما ارتاح الا بعض الناس. ايوه كم سالفتك اللي عيتك خلصت زي نكتتك الباره. لا بس تحل السالفه وشو انك لا تقول يعني، لا تسكت وتقول يعني سيارتي، لا تقول يا تخن تكلم. يعني الرجال كان يشتري فانيليا وما كانت تشتغل سيارته، يوم علم الشركه زين السياره، طورت سياره المنتج. دليل اول شيء اذا انت راعي شركه لازم تسمع للعميل. واذا انت عميل تكلم علشان يمكن تحسن من شيء. طيب اوكي، يعطيك العافيه اول شيء على السالفه. ثاني شيء، فاخر شيء انا سالتك قلت طيب وش الهدف من السالفه؟ لاني قلت لك اول شيء ادق التفاصيل. لا انا لاني قلت لك اول شيء عشان تدري انك شخص للحين ما تعرف منه سعد الكلثم. والله ستي فمنه اللي تسلم عليه؟ انا قاعد اقول لك سالفه. ابو يارا. ابو يارا شو يبي؟ سامع جعوني. تخيل انت ابو يارا عاد انا مصدق. لا تخيل جالس كذا. ايه لا ابو يارا تنخرج هنا. طيب ممكن تركني من السلطات العليا. بقول لك اهداء. اخاف. عندي لك اهداء. اسمح لي. حول على قناه 94. نبي خلينا نسوي دويتو. يا قلبي يا قلبي الان. ها؟ يلا. لا ما قلت لك مثلك لك تشاي تعدى. عشان ادخل جو. لا لا لا. يلا. وش الطبقة؟
يا قلبي. لا يا حبيبي ترى المهندس بيدلعني انا وياك. فؤاد فؤاد سبيكر سبيكر فؤاد حبيب قلبي حبيبي خلاص بيبي. ابدا 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 يا قلبي يا قلب العنا وش عنيك متى ترك العالم وتمشي ورانا. ليش نكبته مع بعض؟ كمل كمل صدى كمل. لا خلنا نبدا كمل بعض. يلا كرال كرال تدري تدري والله بقول لك بقول لك شيء بخاطر مو سولو كله كرال. طيب تدري ليش انا احب ذا الشيله؟ زين او نشيده انا مقترح لك. اي والله انك عشانك تحبها. والله اني صرت اكررها دايم يوم درت انك تحبها والله. طيب انت زين تقدر تسوي فيني وانا اعطيك دفعات معنويه. صرت انا وليد سعد الايجابيه عفوا مو بنت يتحول. لا 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 التقليد. يلا فؤاد يا قلبي يا قلب العنا وش عنيك متى ترك العالم وتمضي بجانك يا قلب خلني يغثك ويشقيك مسدك اللي صابني من جنابك الله يا قلبي يا قلب العنا وش عني الله الله متى ترك العالم وتمضي في شانك. شكرا لي الله يجزاك شكرا دوتو ما توقعت صوتك جميل كذا.